سبق وعرفناكم أعزائنا متابعي عرب جي تي بالسيارة الكوبي الرياضية تويوتا 86 موديل 2017 شهر مارس الماضي حيث تم إطلاقها لأول مرة في العالم ضمن فعاليات معرض نيويورك واليوم حصلنا على سعر هذه السيارة اليابانية بنسختها الجديدة حيث سيبدأ سعر تويوتا 86 2017 من قرابة 26 ألف دولار أمريكي أو ما يعادل 98 ألف ريال سعودي تقريباً. أما سعر السيارة المزودة بجير أوتوماتيكي من ست سرعات فسيبدأ من 27 ألف دولار، أو ما يعادل 101 ألف ريال سعودي. ومن المؤكد أن السعر سيرتفع قليلاً في أسواقنا العربية وفقاً للضرائب ورسوم الشحن. وكما أخبرناكم سابقاً أعزائنا المتابعين تعتمد تويوتا 86 2017 على محرك رباعي الإسطوانات سعة لترين، يولد قوة 205 أحصنة و 211 نيوتن متر من عزم الدوران. وفيما قد لا تبدو هذه القوة كبيرة بمقاييس اليوم إلا أن معدل 100 حصان لكل لتر في محرك تلقائي التزود بالهواء يعد أمراً مميزاً، وخاصةً مع سعر السيارة الرخيص نسبياً بالمقارنة مع المنافسات في فئاتها. لا تنسى عزيزي المشاهد ان تنضم لقناه عرب جي تي بالضغط على زر سبسكرايب بالاسفل للاطلاع على اخر اخبار عالم السيارات على المستوى المحلي والعالمي